سيدي داود تن العادة والعويد من عام 1824. Liver, 10 ans de design. العليني لتحقيق الأمان. محليها الحياة مع بريزيدان. القيصر بدنا تعيش معانا. ناتيلي لو غو دو لا ناتور. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش ان كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الاصول. ليبيدور هي الاصل. مرحبا بكم في حلقة جديدة من أولاد الكوجينة اللي تتبعوا فيها ديما على قناة التاسعة. ديما نودوكم بالليغوسات لبنان برشا سيغتو الساهلين، وبالطبيعة معايا شيف مؤمن. شيف مؤمن شنحوالك؟ الحمد لله. سافا؟ سافا لاباس. حس فيك اليوم محضر لنا حاجات جديدة هكا. بيان سور، كيما عودنا السادة المشاهدين الأوفياء اللي تابعوا فينا في قناة على قناة التاسعة، دونك مازلنا باش نزيدو ندلوهم ونحضروهم العديد من الوصفات اللي سهله، ما طلبش برشا وقت وما طلبش برشا جهد. هي برشا شيف مؤمن. فيزا فيزا تحضر. وكل عادة والعويد. ما احناش وحدنا. بالطبيعة، معنا شيف اليوم اكسبسيونيل، دونك نخليكم تشوفوا شيف انفيتي نتاعنا نتاع اليوم. كيما كنت تشوفوا معانا، دونك شيف انفيتي نتاعنا اليوم شيف لمجد حسني. شيف شنحوالك؟ عايشك. مرحبا بالساده المشاهدين، مرحبا بالضيوف، مرحبا بالشيف مؤمن بنوس. بالطبيعه شيف مؤمن هذاك ديما منورنا في اولاد الكوجينه. بالطبيعه مرحبا بك انت اليوم. عايشك، ميرسي بوكو. ويظل اليوم معنا راه شيف بالحق شيف ديكسيبسيون، ونورنا برشا في بلاد البرة. كنت تحكي لنا شيف على الاكسبيريونس نتاع الكوب دو موند نتاع الكسكس، دونك كسكس فيست صار في ايطاليا هكا ولا؟ عملنا في سان فيتو لو كابو في ايطاليا، نهار تحصلنا على كاس العالم نحن ثلاثه من الناس، يوسف العبدلي ونبيل باكوس ولمجد حسني، تحصلنا عليه الكوب دو موند نهار 30 سبتمبر بايطاليا في سان فيتو لو كابو. مشاركة برشا دول إفريقية وعربية وأوروبية وأمريكا وسيرت أمريكا وتحصلنا على الكوب دو موند، والحمد لله يا ربي معنا وفقنا ربي فيها. معناتها احنا يظل لي سي بون في تونس، معناتها أبطال العالم في الكسكسي. الحمد لله أوفيسيلمون. إن شاء الله ديما اللي يجي بعدنا نحن ياخذ مشعل ويكون على يعطيك الصحة شيف لمجد، وإن شاء الله شيف لمجد زاد باش يجيب بحذانا أنا نتصورك ليلة 27 هكا بتاع رمضانك يودنا بالكسكسي. لازم خاطر يطيب لنا كسكسي ولا؟ ليلة النص. 27 نتاع طهور ليلة النص. إي ليلة النص يطيب لنا فيها كسكسي ولا؟ ليلة النص 27. شيف مؤمن من توا بديت بالليزة تاعك، ما يسالش استنى شوية بركة. شوية بركة.
شيف شنو واش تحضر لنا اليوم؟ اليوم باش نعملوا حاجة سهلة وخفيفة وما تسحقش برشا وقت، لو كوردون بلو. اي وباش نعملوا سلطة بسباس باش نزيدوها حاجات ما عندنا نحنا، اليوتيو تومات، تومات سيريز، الفقوس، المايس، فهمتني؟ اي فوتخ فاسون معناتها اليوم باش تعمل لنا حاجة سهلة. كل المرا اللي تجي مروحة مأخر من خدمتها راح تو سويت ما تقعدش الكوردون بلو بالصوص بلونش شامبينيون. هي البرشا شايف مالها. شنو باش نبداو احنا توا؟ نبداو بال نحطوا الزيت نجمه. باش نبداو بالكوردون بلو شايف؟ نبداو بالشامبينيون. هي البرشا شايف؟ نخليو الشامبينيون بتاعنا. دونك عندنا شامبينيون مام بيان سور. شايف؟ ديجا شايف سي بون نحالها الزيت نتاعها حاضرة باش لوتيليزاسيون. دونك حطينا شوية، تفضل شايف. شوية زيت نجمة، شوية ثوم، وشوية ثوم. بالله تغني زادة شايفة؟ لا لا لا، الغنية عند مؤمن في مهرجان كارتاج عملناه وتبارك الله عليه. اي في بالي ديما يحكي لي عملناه ولا ما تفرجتش فيه انت؟ لا لا ما تفرجتش. العرب نتاع تونس الكل خذاك. لا ما يعرفني ما نغنيش. لا ما ولا بالحق اسمعني. تعرف عنده صوت. دونك شيف للغوسيت نتاع الكوردون بلو حطينا زيت نجمه وحطينا شويه ثوم وزدنا مارغرين جولدينا. وتوا شيف شنو باش نزيدوا اخر؟ باش نقليو الشامبينيون تاعنا. يقولوا بالقدام الشامبينيون تاعنا، بعد نحط وبعد نمشيو نفوقوا الكوردون بلو. زيت سخن و تي في اس نتاعنا سي بون، قلنا الانديكاتور ديال السخن. حلينا نرجعوا للكوردون بلو. حلينا الاسكالوب. اي عندنا بوجع اسكالوب الكيرما. نفوقوا شويه ملح. شويه ملح وشويه فلفل اكحل. شويه فلفل اكحل، شويه موتارد. عندنا كالعاده نحن شيف الموتارد بونا، فوالا. دونك نعرف انا شيف مؤمن يحب الموتارد بونا، حاجه بنينه برشا. تفضل شيف. فما لونسيان وعلى السوتو باهي هو شيف مؤمن على خاطر الموتارد يستعمل في الموتارد برشا. موتارد بونا هي برشا شيف. دونك كيما نذكر زاد اللي احنا السكالوب فيرما شيف لازم يبدا تبدا البات نتاعها فين ولا لا؟ فين وين؟ البات لازم تبدا الكوش فين ولا؟ فين على الاخر تبدا باش تنجم. اي توا باش نزيدو ادام بود، ادام قيصر. باش نحطو شايف باش نزيدوه مع السكالوب الفيل. مع الجامبون. مع الجامبون. ذا باش يجي. عرفتك الكوردون بلو هكاك اللي الناس الكل في ديارهم يقولوا هكا كيفاش يجي من داخل ذايب برشا، خاطر ساعات فما عباد ما يجيهمش ذايب كوم يلفو هكا ولا شايف؟ بيان سور ديما بالنسبه للكوردون بلو يعني اللي عندها كل في الفرماج هكا ولا شايف؟ صحيح احنا عندنا ادام قيصر. انت ادرسي بقدرة ربي باش يبدا ذايب ذايب الحق باش يعطينا لو فغي كوردون بلو. هي البرشا شيف. دونك شيف شنو عملنا بالضبط؟ حطينا الاسكالوب، حطينا الجامبون، وحطينا الفرماج، وباش نخليوه توا باش نعمل نوتر الاسكالوب. بعد باش نحطوه في الفارينه والعظم والشابليو. هي بعد نقليوه شايف. بعد نقليوه نحطوا على الـ على الـ واحد مع الشامبينيون. ما الشامبينيون باش نحطوا عليه الكريم فريش. الكريم فريش ناتيلي نتاعنا. هي البرشا شيف انا باش نخليك توا تكمل لنا لي زيتاب نتاع الكوردون بلو، وباش نمشي للشيف مؤمن ونشوفو شيف شنو باش يحضر لنا اليوم. باه دونك باش نحضروا سوب دو لونتي باش نبدلوا طريقه الاعداد نتاعها. يعني عندنا فما سوب فما الكريم، الكريم دو لونتي باش نحطوا شويه زيت نجمه مع عباد الشمس. كما قلت انت كما العاده والعويد باش نزيدو مارغرين جولدينا بور فيكسي لو غو. بور فيكسي لو غو باش نحطو دو نوازيت. هي برشا شيف باش نزيدو الخضره. قاسينا شويه بطاطا كيما ترى فيها بطاطا وبصل وسنيريا. اي قاسينيها شويده بيان سور شيف باش نسرعو في الكويسون تاع الخضره نتاعنا.
نسرعوا في الكويسون ديجا باش سادون دو لابيتي وقت اللي نبداو ناكلو كذا حاجه لهنايا شنو باش نستحقوا من بعد انا نعدس ديجا مام حاضر يعني ما يطلبش كويسون باش ناخذوا شويه هريسه الهريسه تيكال بيان سور المحرحره والموزوزه والموزوزه ما حتى انا شايف من الاول زاد الهريسه باش تعطي فريمون الكو من الاول بيكون باش تعطي النكهه ومن بعد هنا ناخذ شويه طماطم تيكال زاد كيف كيف يعني دونك بالنسبه للشربة العدس باش تكون حمراء هل برشا شايف هذه هكا كملنا من هنا شو مازال لنا باش نزيدوها شويه دجاج الفيرما ونزيدوها على العدس والعدس كالعاده كما قلنا العدس نتاعنا ما نخليوه من الاخر ما يقلقش خاطر ديجا طيب حاضر باش طيب باش نحطوا شويه ملح في الاكحل بطبيعه حتى بالنسبه للملح يعاون الخضره باش تذبل بطبيعه ونمرقوها بشويه ماء سخون بطبيعه ماء سخون في برانسيس هي البرشا شوف مؤمن انا باش نخليك تكمل لنا السوب نتاع العدس هذه الظاهره ريحتها ديجا بدات تفوح في الكوجينه نتاعنا وباش نرجع للشيف لمجد اللي سيد ديجا تك تك كمل لنا كل شيء عملنا نتاعنا كما قلت كما شفناه قبيلك عطينا الفرماج وعطينا الجامبون فوحنا شويه الفرماج قيصر بيان سور شويه فلفل اكحل وملح وحطينا المطاق بونا رجعت حطيت الكريم فريش ناتيلي ناتيلي شايف سي بون حط حكه كامله زيدها للصوص نتاع الشامبينيون نتاع الشامبينيون شامبينيون ما هي البرشا شايف من بعد شايف باش نحطوا ليسكالوب معناتها الكوردون بلو نتاعنا في الصوص هذيك في الصوص هذيك اي باش نقليوها الساعه شويه في الزيت في زيت نجمه بالطبيعه تفضل شايف نعاونك انا اسيستونت ناجحه راني في الكوجينه. ايش ما نعرفش امورها واضحه. لا تبارك الله عليك. كا في اسيستونت ناجحه كمان. اي اسيستونت ناجحه. هاي باهي. ما يسالش نجم نغلط ساعات. الكل نغلطوا. دونك تو شوف احنا الكوردون بلو نتاعنا باش نحطوه ديريكتومون في الصوص بلانش. لا لا باش نحط الساعه باش نقليوها الساعه شويه. باش نحطوا في الفارينه. في الفارينه والشابلور والعظم والشابلور هي برشا شيف اوكي احنا بيان سور شيف باش نستعملوا اليوم الفارين ليبيدور ديجا حضرتها انت هي برشا شيف هذه شيف مؤمن مغروم بالكوردون بلو باش نستعمل الليبيدور المعروفه ما نسحقوش حتى باش نغربلوها ولا ديريكتومون نستعملوها امورها واضحه وانت ديجا شايف يظل لي فوحتوا العظام شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه ملح شويه فلفل اكحل اللي تابلو لنا يتابلو لنا فارينة الفارينة ليبيدور واللي تاب الثانية العظام يتاب الثانية العظام هاي حافظة درسها هي برشا شايف ومن بعديك باش نحطوهم في الزيت الزيت وبعد نحطوهم في الصوص بلانش في الصوص بلانش بعد نحط لهم الفرماج نتاعنا بيان سور احنا باش نحطوا شيف فرماج قيصر ادام يعطيك صحة شيف لمجد انا توا باش نخليكم اقعدوا معنا باش تشوفوا لي غوسيت نتاعنا كيفاش باش يطلعوا من بعد باش نرجعوا لكم بعد الاشهار